عن تمثلات الفكر الإبداعي في سيرة المرحوم، لنا موعد الآن مع كلمة للأستاذ الشاعر الأديب رائد أنيس الجشي، فليتفضل مشكوراً. السلام عليكم ورحمة الله. لطالما كانت سيرة المبدعين ملهمة لنا، نستمد منها الطاقة الإيجابية اللازمة لمواصلة الحلم كورشة أمل. حين نتعرف على ما بذلوه من جهد وتضحيات ليحققوا ما حققوه من إنجازات لا يمكن التحصل عليها بسلك الطرق المريحة والبقاء في منطقة الأمان، عندها فقط نتجاوز محاولة الحصول على نسخة تشبه ما أنتجوه من الزهور، لنبحث عن طريقة الحرث والزرع والبدر وطرق العناية، وندرس كل ما يمكننا الحصول عليه من معرفة نحللها ونقارنها مع غيرها، علنا ننتج زهرتنا الخاصة وأريجنا المغاير الذي ينمو مع نمونا الفكري. في هذا الكتاب لا يتحدث أبو شوقي رحمه الله عن نفسه، بل نتعرف على جزء من سيرته مما كتبه بعض المتأثرين به والمهتمين بالحديث عنه، لا للعلاقة الشخصية التي تربطهم به فحسب، ولكن لأنهم من المهتمين بالحديث أيضاً عن حقبة زمنية مهمة من تاريخ منطقة القطيف من حيث التحول الثقافي والبيئي الذي أثرته الجهود الفردية وقتها، كون العمل المؤسساتي والخطط التنموية كانت في مرحلة التفكير والتصور والتبلور، ولكنها مع أهميتها غائبة عن كتابات المختصين إلا ما ندر. ما يهمني من السيرة في هذه الورقة هو ما لم يروه الكتاب عن طبيعة تفكير أبي شوقي التي تتقاطع مع الفكر الإبداعي العام في أفقه المشترك، في تلك النقطة الفكرية الجذعية التي تتحول لاحقاً إلى مصاديق تتجسد كثيرة حياة للمبدعين أصحاب الرؤى، سواء كانوا أدباء أو فنانين أو مفكرين. هذه أربع نقاط تبادرت إلى ذهني وأنا أقرأ الكتاب. الأولى: إحاطة القناعات بمساحة من الفراغ لجمع الآراء قبل اتخاذ القرارات المصيرية. لم يكن رحمه الله يستشير العاملين معه في القطاع ذاته وحيز عمله فحسب، بل يستأنس برأيه أهل الخبرة والاختصاص من خارج المؤسسة بعد حثهم على النظر إلى ما ينوي القيام به، خشية الوقوع في مزالق بعض المبدعين المشبعين بصحة ما يكتبون ويفكرون ويرون، حد العمى عن الخلل المعتاد واعتباره أمراً طبيعياً. ومنه ما أشار له الدكتور جميل الجشي من طلب المرحوم منه القدوم إلى البلدية لملاحظة وتقييم العمل في مكتبه ووضع المقترحات، وهذه الصفة التي تترفع عن التعنت بالرأي الأحادي والمبادرة بدعوة أهل الخبرة للاستفادة منهم هي من صفات المفكر المبدع المهتم بالتطوير والنمو المستمر. النقطة الثانية هي الجرأة على الحلم والنهوض من الإحباط، وأهمية دراسة المقارنة واغتراب الفكر واختلاف رؤية الممكن وغير الممكن. في مقال الدكتور السيد حسن الماجد ما يدل على ذلك. كان المرحوم صاحب رؤية للمستقبل البعيد ناتجة عن دراسة مقارنات عقدها بين المدن المشابهة للقطيف، مع وعيه بمناخها وتضاريسها وحاجاتها الضرورية وإمكانية تطويرها في زمان كان من الممكن أن يتابع تفعيل ما قام به سابقوه، أو ينتظر الخطط التطويرية لتأتي من جهات أخرى فينفذها،
وما كان يحبطه أمر من عدم قبول اقتراح أو يجهد ذهنه في التفكير، ولكن المبادرة بالاقتراح والتنفيذ ورؤية ما لا يراه الآخرون ممكناً هي صفة من صفات المبدع الرؤيوي. وهنا سأهتم بذكر ما لم يتم تنفيذه، ولن أذكر ما تم تنفيذه. ومنها وممن لم يتم تنفيذه اقتراحه حفر القنوات المائية في المخططات الذي لم يتحقق حتى الآن، وإنشاء مصنع للتمور بناء على إنتاجية الفلاحين والمزارعين والذي لم يتحقق في القطيف، ولكن الفكرة تحققت بعد ذلك لاحقاً في الأحساء، وتوسعة بعض الشوارع الرئيسية لتكون شرياناً للمدينة وفسحة تجارية، وهو ما تم تنفيذه في مدينة الخبر. هذه النقاط لا تهمني فقط لأنها دلالة على الجرأة على الحلم أكبر مما هو متوقع، والقراءة المستقبلية لما يمكن أن تكون عليه القطيف في المرحلة التالية للتطوير وحسب، بل لأنها تدل على صفة أخرى، وهي أن شعوره بالاغتراب كون أفكاره لم تنفذ والإحباط بسبب عدم قدرته على التغيير لم يمنعه من تقديم اقتراحات أخرى نفذت، كما أن سعادته بنجاح مقترحاته في مدن أخرى هو في نظري حافز يجعل المفكر المبدع يحاول أن يقرب الآخرين إلى فكرته التي اعتبرت في السابق من الأحلام بإنجاز أفكار أخرى تتحقق ولو بجهد آخر ومنثوبة لبطولة شخص آخر. المفكرين هي صفة من صفات المفكرين المبدعين الذين إن لم يستطيعوا تغيير سكون البحر أعطوا الحصاة لطائر ليرميها ولو في بحر آخر. النقطة الثالثة هي الاهتمام بتطوير الذات وتطوير الآخر وأدب المقارنة والترجمة الفورية نموذج. أشارت الدكتورة نهاد الجشي في حديثها عن المرحوم إلى جزء من نمط تعليمه وحرصه على التعلم، وعن الشركات التي عمل بها داخل المملكة وخارجها. من الطبيعي جدا أن يتعلم أبو شوقي اللغة الإنجليزية ويتخصص بما يلزمه منها لإنجاز معاملاته الدراسية والتجارية، لكن الولع بتطوير الذات يدفعه لاتخاذ ترجمة ريدر دايجست عادة معرفية، وهي مجلة متنوعة الأغراض، ثم مقارنة ترجماته مع الترجمات المتاحة ذلك الوقت. وهو أمر لا حاجة له به في عمله أو تجارته أو وسطه المحيط للتحدث عنه، لكنه ينم عن طبيعة فكره، ويبدو أن أثر المقارنة بالمدن الذي تحدثت عنه سابقاً ومقارنة الترجمات ببعضها البعض ومقارنة التعليم في المملكة مع التعليم المميز في دول أخرى كان من العوامل المؤثرة والمنيرة لرؤيته رحمه الله، وما يدل على أنه مولع بتطوير الذات حتى في الترجمة المتعددة الأغراض الذي لم يكن يمتهنها أو يحتاجها هو في عمله هو اختياره دون سواه ليكون مترجماً فورياً للمغفور له الملك عبد العزيز. والترجمة الفورية وخصوصاً لملك أو رئيس تعتمد على قدرة المترجم على التأويل مع وعيه بالمترجم منه وله من النواحي الثقافية والسياسية، وهي مرحلة متقدمة تتجاوز بمراحل من لم يعد نفسه مسبقاً ليكون كذلك إلا أن يكون مفكراً مهتماً بالتطوير الدائم لذاته لا لضرورة عمله، وهي وتلك لازمة إبداعية. النقطة الرابعة والأخيرة هي توقع الأسوأ ومواصلة العمل بعد تجاوز العقبات بدلاً من التوقف عن مواصلة الحلم والانشغال بصفية الحسابات، وهي صفة فكرية تلازم المبدع بحيث يعتبرها البعض ضعفاً أو لا مبالاةً حين لا يرى المبدع يهتم بوضع رد يلجم به خصومه أو يستغل موضع قوته لمعاقبتهم، لأنه في الحقيقة يرى أن الوقت هو العدو الأكبر، وأن التوقف عن متابعة تطوير الذات أو الامتناع عن إحداث التغيير بخروجه عن كونه جزءاً من منظومة التغيير هو الخطر الأعظم الذي يواجهه. وهذه الصفة تتجلى بوضوح في فكر المرحوم عندما نقرأ ما كتبه الأستاذ حسن علي الزاير، وبدالي
أن وعي أبي شوقي بتناقضات المجتمع دفعه لعدم الاهتمام بشيء، وهنا أقتبس من الكتاب، وبذلي أن وعي أبي شوقي بتناقضات المجتمع دفعه لعدم الاهتمام بأي شيء يبعده عن تحقيق رؤيته الممكن تحقيقها، فهو ليس مشغولاً لا بالآخرين ولا حتى بذاته إذا شاركتهم في محاولة إحباط جرأته على الحلم من أجل هذه المدينة وسعيه لتحقيقه. ختاماً أكتفي بهذا القدر من الحديث عن هذه الشخصية الملهمة، المهمة الملهمة، وأتمنى أن تكون مرشدة لي ولمن يهتم بتطوير ذاته وبلده ومجتمعه، ويعي أن التطور الإبداعي نضج مستمر، فتعلم المنهج الفكري للمبدع أكثر أهمية من الانشغال بمحاولة تقليد أو استنساخ منتجه الجاهز. وشكرا لكم.